ناسيكا أنا الحلوة ناسيكا معي عيلة باتليكا غسلت إيديكا أنا بطعميكا رسمت العلبة قصة قلياني أنت ملاحظة ركبت القصة يا عيني عليكا يا مزيكا هاتي مثليكا يا مزيكا هاتي مثليكا بكرة الصبح برد عليكا طارق احزر شو انا بحبش ضليت دور 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 لقيت اعلان ما بعرف بقى اذا حتتذكروا لقيت اعلان لباربي وطلعت انت المجرم طلعت انت اللي عامله ايه رشا رشا معي ورشا بتغني صح 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 انا مالي عارفه انت كمان ببدايات كمان اشتغلت اعلانات والغنيه ظابط يعني انت عاملين مثل كفر على الغنيه الاصليه وحلوه ترى نحن البدايات يعني انا هلا اذا تسالني بقول لك لو كان متاح لي غير ما كنت اشتغلت اعلانات لسبب بسيط اعلانات اعاده تنفيذ الموسيقى مو استقلالا فيها بس هي بدها مو ملحن ولا موزع بدها ناقل جيد فقط وقدرة على التنفيذ يعني حتى قدرة تقنية فأنا بهذيك القدرة بعرف هلا كان عم يحكي عاصمة تقنياتنا أنا حتى الكيبورد اللي عندي خمسة ترك يعني ما بدي خيارات نوع أي شيء هلا حكي 91 92 93 94 وكمان على ذكر عاصم كمان أنا وعاصم عاملين إعلانات تذكر عاصم كثير عاملين اعلانات وعاملين شعارات كاميرا خفيه شيء كذا الله حلوه اي والله بس هذيك الفتره اللي كمك سالت عليها هي فتره الاعلانات هي فقط كانت لانه ما عندي البديل الثاني زائد انه لسه جديد على المجال فهو جرب بس لقيت قلت لك بحد انك انت ما عملت شيء يعني مثل الناسخ مثل النساخ العرب او الكل العالم قبل المطبعه كان واحد في ينسخ كتاب الأمور نسخ هذا نسخ صح جاي مالك مسؤول عن المحتوى ولا عملته ولا ممكن نضيف لك شيء بالتراكم إنه يصير عندك معلومات أكثر ككتاب كموسيقى لا هي هي الحد تبعها فهي كان هذا يعني اللي السيء فيها إنه ما له متعة مو مثل التلحين أو التوزيع أو الكتابة حكينا على إعادة الموسيقى إعادة الكلمات يعني كلمات أغنية مثل مثلاً وحكينا جبنا مثال أبطال الديجيتال الديجيتال إلى كلمات يابانية ما فينا نغير موسيقاها منا على هالموسيقى تبعهم كلمات وعنا الانترناشنال تبعها جاهز أي. أمور لا فينا نغير فبتتسوق وفي أمور هي العكس مثل هاي الباربي جيرل أي لا أنا اللي أنا ليش لفت لي نظري لأنه حكيت أنت الحلقة الماضية إنه أنت بتفضل دائما تألف شيء جديد لأنه أسرع لك وأسهل لك وبتحط فيه اللي هي فأنا لقيت إنه هي أنت إنه كمان اشتغلت إعادة تنفيذ فقلت لحالي نحكي عنها ما أنا معك يعني شغلات معك 100% بس ببساطة مش ممتعة بس ببساطة للشخص اللي عم يساوي حسب بقى الشخص إذا ملحن أنا ملحن إيه أستمتع لأني مفروض علي وما فيني غير ما فيني غير خوفا من الزبون مخوفا من الزائقة العامة الزبون هيك يعني إذا بنتبه إنه فيه اختلاف مشكلة بيقول لك لا هي غلط ما بعرف وهذا الزبون شو بيكون صعب وهذا الزبون شو بيكون صعب هذا مثل الزبون تبع الجرافيك ديزاينر سوي لي هي طب عملها أنت يا أخي ليش عم تجيب جرافيك ديزاين عملها أنت تبع كلمتين بشغلك أسبوع لكن 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 لك معك أنا طارق عظمته يعني أنا بتذكر مع أنه أنا يعني كنت بعيد على عن يعني بس يكون عم يلحن هو كون بعيد أنا عن أنا بجي بس يكون جاهز القصة بحفظني بفوت من غني وعرفت كيف كان في كتير شارات تجي على أساس أنه ياخذوا الموسيقى الأصلية ويحطوا لها كلام مثلا كان طارق يقول لهم لا منلحنها من أول وجديد ويعمل شارة أحلى من اللي جاي من المصدر والله يعني هي كتير صعب أنا بتذكرها يعني شارته تطلع أحلى من الشارة اليابانية عرفت كيف عمو على سيرة هاي قصة أنه تطلع أحلى من الأصلية
لما كنا بتونس رفقاتنا عم بيقولوا لنا ورجونا الفيديو، يعني انه يوتيوبر عامل، المهم في تصويت كان صاير حتى من الـ 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 على شارة هزيم الرعد، اليابانيين اليابانيين نفسهم مصوتين انه هزيم الرعد احلى من الاصليه اليابانيين. ببعث لك فيديو عم مغنينا بالعربي. واو. شفته مغنينا بالعربي. انا بعرف فيها انت يعني من كثر ما في ما في ما, ما في صدق بالموضوع، انه حتى هني عم يغنوا متعلمين يعني كاتبين بالياباني الكلمات بالياباني العربي شيء جنة. يعني هاي يعني اهم شيء انه الواحد موسيقات اخترقت الحدود، ما هيك؟ رأيت الحقيقة خلق البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. رأيت الحقيقة خلق البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم. أثرت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت